قصفت القوات الروسية مصنع أزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية جنوب أوكرانيا، مؤكدة تقارير سابقة عن غارات على المصنع المحاصر، حيث قال رئيس البلدية إن أكثر من 200 مدني ما زالوا محاصرين. في الأثناء وصل نحو 100 شخص من ماريوبول إلى مدينة زابوروتشيا جنوبي وسط أوكرانيا وفق منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا، حيث يتلقون هناك المساعدات الإنسانية بعد حصارهم في خنادق تحت مصنع أزوفستال لمدة شهرين. من جهتها أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر المشاركة في عمليات الإجلاء، ذكرت أن بعض من وصلوا هم من الجرحى. قال الجيش الأوكراني إن وحدات الدفاع الجوي التابعة للقوات الأوكرانية أسقطت 8 أهداف جوية روسية خلال اليوم الماضي، مشيرا إلى أن الطائرات الروسية تواصل ضرباتها الصاروخية دون أن تدخل في النطاق الجوي الأوكراني. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن سلاح الجو التابع لها دمر 75 منشأة عسكرية أوكرانية، منها مستودع ذخائر في ضواحي خاركيف. ليست الحرب على الأرض الأوكرانية فقط بل في سمائها أيضا. الجيش الأوكراني أعلن إسقاط 8 أهداف جوية روسية خلال اليوم الماضي، شملت 7 طائرات بدون طيار من طراز أوران 10 وطائرة من طراز فوربوست. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إن سلاح الجو دمر 75 منشأة عسكرية أوكرانية بما في ذلك مستودع ذخائر في ضواحي خاركيف وحظيرة مسيرات بيرقدار قرب أوديسا ومنظومة للدفاع الجوي من طراز S-300 في ميكولايف. وشنت القوات الروسية هجوما صاروخيا على ميناء أوديسا الجنوبي أسفر عن مقتل طفل وإصابة فتاة، وأظهر مقطع مصور تداولته وسائل التواصل الاجتماعي دمارا كبيرا في مكان القصف. وفي ماريوبول المحاصرة جنوب شرق أوكرانيا تتواصل عمليات إجلاء المدنيين، وبحسب عمدة المدينة لا يزال حوالي 100,000 مدني عالقين، منهم 200 مدني رفقة المقاتلين الأوكرانيين داخل مصنع أزوفستال. عمليات إجلاء المدنيين من ماريوبول مستمرة. أشيد بالجهود الدؤوبة التي تبذلها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لإتمام تلك العمليات على الرغم من أنها هشة للغاية ويمكن أن ينهار كل شيء في أي لحظة. القصف الروسي استهدف أيضا مناطق في إقليم لوغانسك أسفر عن تدمير مدرسة ثانوية يعود تاريخ بنائها إلى 100 عام. بعد مضي أكثر من شهرين من الهجوم الروسي نقلت موسكو معاركها إلى شرقي أوكرانيا وجنوبها، لكن المقاومة الأوكرانية لا زالت مستمرة وهي تستند إلى دعم عسكري غربي آخره إعلان واشنطن تسيير 14 رحلة ضمن جسر جوي. يواصل الجيش الأوكراني إزالة الألغام من محيط العاصمة كييف، حيث أشار أنه فجر 5500 لغم في منطقة بروفاري منذ انسحاب الجيش الروسي قبل حوالي الشهر. وجدد الجيش مطالبة الأهالي بعدم العودة إلى قراهم وبلداتهم قبل الانتهاء من إزالة الألغام وخطرها. لا يد للقصف الروسي في هذا، بل هو تفجير لقذائف وألغام تزن الواحدة منها 10 كيلوغرامات خلفتها روسيا في مناطق سيطرت عليها شرق العاصمة كييف قبل انسحابها. هنا في منطقة بروفاري يواصل الجيش إزالة الألغام. رافقنا إحدى وحداته في مهامها، سرنا في ممرات ضيقة حيث سمح لنا خشية انفجار ألغام وقذائف يقدر عددها بالمئات. فجرنا منذ تحرير هذه المنطقة من الجيش الروسي حوالي 5500 قذيفة ولغم، من ضمنها 208 ألغام مضادة للدبابات، وما تزال هناك ألغام نعمل كل يوم وبشكل متواصل لإزالتها. واقع دفع السلطات إلى تجديد الدعوة للأهالي بعدم العودة إلى القرى والبلدات المحيطة قبل إتمام مهمة إزالة متفجرات قد تشكل خطرا على حياة الناس.
نطالب السكان المحليين بعدم العودة إلى هذه القرى والبلدات. خطر انفجار الألغام ما زال عاليا. أما من يصر على العودة فعليه الالتزام بالإرشادات الدقيقة. أراضي ريف كييف كما توصف بروفري شبه جرداء، أرض خصبة غاب عنها مزارعون وفلاحون خشية الألغام وخطرها. تفتح الألغام والقذائف الروسية المنتشرة في هذه المنطقة ملف الزراعة هنا، خاصة أن أوكرانيا خسرت مساحات تزرع بالقمح في شرقي البلاد المشتعل، وتنظر بعين القلق إلى مساحات قد لا يتم استثمارها قريبا. علي رباح، العربي، من ضواحي كييف. قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ألكسندر ميلي إن الولايات المتحدة تواجه الآن قوتين عالميتين هما روسيا والصين. وأضاف ميلي في مناقشات أمام الكونغرس أن العالم يشهد زيادة في التوتر وإمكانية وقوع صراع خطير بين القوى الكبرى، وأوضح أن خطر الاصطدام بين هذه الدول سيكون محتملا إذا استخدمت روسيا أسلحة تدمير شامل أو صعدت الهجمات السبرانية. وخلال المناقشات قال وزير الدفاع الأمريكي إن تحدي الصين يزداد بسرعة، بينما تمثل روسيا تهديدا خطرا وفق استراتيجية الولايات المتحدة المعلنة. وأوضح أن رد الفعل الدولي سيكون حازما إذا لجأ بوتين للتصعيد بشن حرب سبرانية أو استخدام أسلحة تدمير شامل. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من كييف مراسل العربي محمد شبارو، ومن كاليفورنيا أيضا مراسل العربي زيد بن يمين. أهلا بكما محمد وزيد، وأبدأ معك من كييف محمد. وتطورات عسكرية وميدانية وسياسية أيضا، نتحدث هنا عن ما يجري في مصنع أزوفستال، نتحدث عن قيام أوكرانيا بإسقاط أهداف جوية روسية، وحديث سياسي الآن واتهامات أمريكية بأن روسيا تعتزم إجراء استفتاء في لوغانسك ودونيسك وخيرسون. ماذا في التفاصيل؟ رولا، في الشق السياسي تحديدا هناك نظرة عموما في أوكرانيا باطمئنان إلى المجريات السياسية على الأقل في الساعات الماضية، بداية أولا مع استمرار توافد القيادات الغربية إلى العاصمة كييف وإعادة افتتاح السفارات. من المتوقع غدا أن يعاد افتتاح السفارة السويدية في العاصمة كييف، في موقف واضح إلى إعادة الحياة السياسية إلى شبه طبيعتها. هنا يضاف إليها طبعا تصريحات بوريس جونسون للبرلمان الأوكراني وقوله أوكرانيا ستنتصر، أيضا يضاف إليها الحديث عن الأوروبي عن الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي تتضمن موضوع النفط والغاز وأيضا تشديد العقوبات على المصارف الروسية. أيضا هناك التصريحات المتبادلة بين إسرائيل وروسيا على خلفية تصريحات لافروف الأخيرة. كل هذه العوامل بشكل عام ينظر إليها باطمئنان هنا في أوكرانيا إلى المسار السياسي وتطويق روسيا كما تقول وسائل الإعلام المحلية بالمعنى السياسي. بالمعنى الميداني يمكن القول أن الحال في الشرق لا يزال على حاله، القصف المتقطع لا يزال على طول الجبهة الشرقية، قصف عنيف على منطقة خاركيف شمال شرق البلاد. القوات الأوكرانية تحقق مزيد من التقدم في أكثر من نقطة في محيط هذه المدينة. في المقابل إلى الجنوب هناك محاولات تجميع للقوات الروسية في محيط منطقة أزيوم. تتحدث هيئة الأركان عن أن القوات الروسية تحاول تعزيز تواجدها في هذه المنطقة واستخدام مزيد من آليات كتعويض عما خسرته في الفترة الماضية، فيما لم تنجح بحسب هيئة الأركان بعد في إحكام سيطرتها على مدينتي روبجني وبوبسانا، على الرغم من مرور أكثر من أسبوعين على محاولة القوات الروسية الدخول في هاتين البلدتين. يضاف إليها محاولات التقدم على محور سلوفيانسك وليمان. جنوبا هناك القصف أيضا شمل معظم الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية في الجنوب، أي محيط مدينة زاباروخيا وصولا إلى منطقة كريفيري وأيضا مدينة ميكولايف. هذه المناطق بأغلبها تتعرض للقصف. أما التطور الأهم والأبرز لا يزال متركز في مدينة تحديدا ماريوبول ومصنع أزوفستال، بعد وصول دفعة من المدنيين العالقين أو
المتحصنين في مصنع الصلب في المدينة إلى مدينة زاباروخيا، يقول عمدة المدينة أنه لا يزال هناك نحو 200 مدني، ولكن ما كان يقال هنا في أوكرانيا من أن إخراج المدنيين قد يدفع القوات الروسية إلى تكثيف القصف أو محاولة اقتحام المصنع، حصل بالفعل اليوم. مجرد أن خرجت الدفعة من المصنع شاهدنا قصف على هذا المصنع وأيضا محاولات للتقدم بحسب ما تقول القوات الأوكرانية للقوات الروسية على أكثر من مدخل ومحور في هذا المنطقة. تقول القوات الروسية أنها القوات الأوكرانية أن هذه المحاولات بالفعل لم تنجح في اقتحام المصنع. التركيز الأساسي كما شاهدناه اليوم في كييف في مظاهرة هنا كانت لمطالبة بإيجاد ممرات آمنة لإخراج ليس فقط المدنيين كما يقال هنا، بل أيضا المسلحين المتحصنين في معمل الصلب. بعض من أهالي هؤلاء المقاتلين كانوا هنا اليوم في وسط العاصمة كييف، دعوا المجتمع الدولي إلى التدخل وفتح ممرات إنسانية أو إجلاء المقاتلين إلى دول محايدة، دعوا أيضا إلى الضغط على روسيا للالتزام بالاتفاق الاتفاقيات الدولية وتحديدا اتفاقية جنيف. وبالتالي هناك محاولة هنا اليوم في كييف لفرملت على الأقل الهجوم الروسي ودفعه نحو عدم اقتحام هذا المصنع على الأقل سياسيا بعد إخراج المدنيين منه. رولا. نعم، أنتقل إلى كاليفورنيا معك زيد بنيامين. زيد، يعني وبعدما كان التهديد الروسي علني بالحديث عن حرب نووية أو حتى حرب عالمية ثالثة، كان بدأ وكأن الولايات المتحدة هي ممسكة بزمام التصعيد هذا، ولكن بعد تصريحات رئيس هيئة الأركان الأمريكي بخطر محتمل بازدياد قوة هذا الصراع بين القوى العظمى، ما هي المعطيات، ما هي المؤشرات التي استند عليها في تصريحه هذا؟ نعم رولا، طبعا في الوقت الذي ليس غريبا على رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الحديث عن ما يسميه بالتحدي المتسارع للصين والتهديد الخطير لروسيا، هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها عن أن احتماليات وقوع الصدام مع كلا القوتين هو احتمال قوي وكبير خلال الفترة المقبلة، خصوصا ونحن ندخل عهد الفوضى كما قال، وبالتالي حالة من عدم الاستقرار التي تحيط في العالم. طبعا هو لم يقدم الكثير من التفاصيل، ولكن قال بأنه الولايات المتحدة تستعد لمثل هذه الفترة وتقوم بإعادة النظر في استراتيجيتها وإعادة النظر في تسليحها وإعادة النظر أيضا في عدد الجنود الذين يتم تجنيدهم، وأيضا الاعتماد على القوات البحرية من أجل يعني التناغم مع هذا التغير في طبيعة الحرب وطبيعة المواجهة والصراع. رولا، أيضا نقطة أخرى ربما تحدث عنها وزير الدفاع الأمريكي، وهي قال بأنه لا يوجد أي مؤشرات تظهر من الرئيس بوتين لتخفيف التصعيد، وبالتالي يعني هناك احتمالية كبيرة أيضا أن يستخدم أسلحة الدمار الشامل وكذلك الحرب السيبرانية خلال الفترة المقبلة، ولكنه تحاشى الرد عن طبيعة الرد الأمريكي في حال قيام بوتين بذلك، وقال بأن العواقب سوف تكون وخيمة من قبل المجتمع الدولي. النقطة الثالثة أيضا في هذا الصدد كانت مهمة، وهي تغيير الأهداف الأمريكية في الحرب الأوكرانية. كما تتذكرين رولا، هو الولايات المتحدة تحدثت عن هزيمة روسيا في أوكرانيا في البداية، ثم تحدثت عن أضعاف روسيا، وهو ما يعني أنها وسعت من أهدافها في هذه المنطقة. اليوم عاد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة للقول بأن ما يريده هو يعني حكومة فاعلة، حكومة أوكرانية فاعلة في قادرة على السيطرة والدفاع عن أراضيها، وكذلك الحفاظ على وحدة الناتو. وبالتالي هذا يعتبر أيضا تراجع عن الأهداف الأمريكية المعلنة في إضعاف روسيا. النقطة الأخيرة أيضا التي أثارت الكثير من القلق لدى المشرعين، وهي نضوب المخزونات الأمريكية من السلاح، خصوصا نحن نتحدث عن ثلث مخزونات الجافلين وربع مخزونات ستينجر تم يعني تسليمها إلى أوكرانيا خلال الفترة الماضية،
وبالتالي حث كلا المسؤولين، نحن نتحدث عن وزير الدفاع ورئيس هيئة الأمن الأمريكية المشتركة، على ضرورة تمرير موازنة الرئيس بايدن التكميلية البالغة تقريبا 33 مليار دولار رولا. شكرا لك من كاليفورنيا مراسل عربي زيد بنيامين، ومن كييف محمد شبارو.